الهضم. سلام. صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم. حضرات الأعيان، حضرات النواب، أنتم والحكومة وكل من يريد الخير لهذا الوطن الكبير أمام مسؤولية تاريخية تجاه دولتنا العزيزة، فالرؤية واضحة ولا خيار أمامنا سوى العمل والإنجاز لبناء الأردن الجديد. على حدود هذا الوطن رجال يحرسون الأردن الغالي بعزيمة لا تلين وقلوب عامرة بالحب والوفاء لهذه الأرض وأهلها، وأقول لهم هذا عهدنا بكم، أنتم الأصدق قولا والأخلص عملا. نحييكم ضباطا وضباط صف وجنودا. Your Majesty, if you will allow me on behalf of myself and our family and the government and people of Jordan to welcome you back to Jordan. You are no stranger to this country, but you are an old friend, going back to His Late Majesty King Hussein.